حياكم الله حياك الله, الله أه نحن نسعد بكم في هذه الجوله نسال الله ان يجعل سعادتنا الكامله في الاخره ان شاء آمين الله امين يا رب امين وان يسعدنا بالاسلام في الدنيا والاخره امين يا رب اللهم آم. امين نسأل الله ذلك. أه نحن وصلنا تقريبا حتى الان الى فتره ما بعد الخروج من المعتقل السجن الحربي وقبل أن نستأنف المسير أخبرتني بأن لديك رغبة في أن تقرأ علينا بعض أبيات النونية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. انك انت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد فقد خرجنا من السجن الحربي و ذهبنا لدراسه الشهاده الثانويه و لا احنا تجاوزنا الثانويه نعم تجاوزنا الثانويه اه نعم <applause> الشهاده العالميه الشهاده العالميه الشهاده العالميه و دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية ولكن يعني هناك دائما الناس عن القصيدة النونية التي اشتهرت بين الإخوة المسجونين وتداولوها وحفظوا منها ما حفظوا وكانوا يرددونها في المناسبات المختلفة ولا بأس أن نذكر شيئا منها بهذه المناسبة أنها تحدثت عن يعني المعتقل يعني كله ما ماذا كنا نأكل وكيف كنا ننام وكيف كنا نعامل كلها موصوفة يعني ينبغي ان يقراها الاخوان ويحفظوا منها ما استطاعوا ويعلموها للاخرين يعني انت تذكر في الجزء الثاني انك بعد الافراج خرجت تبحث في ثلاثه امور. اولا التسجيل للدراسات العليا وثانيا البحث عن عمل كمصدر للرزق، وثالثا البحث عن زوجة تتزوجها. نعم. فهذه القضايا التي يمكن ان نبدأ بها اليوم. نبدأ بها ان شاء الله. <applause> أول قضية من هذه القضايا هي قضية الدراسات العليا. تعلم أن هذه القضية يعني شغلتني من قديم. حتى وانا طالب في الثانوي كنا نطالب بأن يكون لنا حق في الدراسات العليا المتفوقون من الطلاب في كل جامعه يتاح لهم ان يكون لهم دراسات عليا وان يحصلوا على الماجستير والدكتوراه ليكونوا أساتذه ويعني فهذا حرام ان ابناء الازهر هم وحدهم الذين يحرمون من هذا الحق بين كل الجماعات فضللنا وراء هذا الامر حتى اجازوه ونحن في السجن الحربي م. أجيز للطلبة أن طلبة الذين يتخرجون في الأزهر إذا وصلوا إلى مستوى معين أن يدخلوا الدراسات العليا وكانت كلية أصول الدين التي سعدت بالدخول فيها كان هناك يعني شعبتان شعبة التفسير والحديث وشعبة الفلسفة والعقيدة وأنا قلت لك أن اخترت شعبة التفسير والحديث وبدأت الدخول فيها حاولت عندما خرجت قالوا ان الطلبة لم يبدأوا الامتحان الى الان احنا خرجنا في شهر يونيو يونيو وما يمكن يمتحنوا في شهر سبتمبر ولا حاجة يعني فذهبت إلى عميد الكلية وقلت له أنا يعني طالب يعني أنا أول الكلية وأول طالب في تخصص التدريس وعندي رغبة في أن أدرس ولكن عندما أتيح للطلبة أن أدرس كنت في, في السجن الحربي فيعني في لم يكن بيدي أن الآن ألا تسمحون لي أن أدخل وأدخل أدخل الامتحان وأمتحن مع الطلبة الآخرين لكن يا ابني الإجراءات تمنع لابد أن تقدم في الوقت قلت له يعني ألا يمكن أن يعني تبحثوا مع بعض المسؤولين أو كذا لاستثناء طالب كانت له ظروف معينة يعني ألا يجوز استثناء قال هذا ليس بيدي المهم يعني قال يعني انتظر شهرين وادخل السنة القادمة انتظر الشهرين اللي جايين ولا الثلاثة ولا الأربعة إذا الطلبة لم يدخلوا الامتحان في هذه السنة نهائياً فاتت السنة ودخلوا في السنة اللي بعدها فدخلت معهم أه. <applause> لا دخلوا في السنة اللي بعدها راحت اللي سنة وراحت سنة كاملة وراحت علي السنة راح عليها السنة دي والسنة اللي بعدها دخلت بقى في السنة التي تلت يعني بعد بعد ذلك وحكيت انا على الى ان يعني انتهيت من السنة الثالثة وبدأت أعد العدة للرسالة التي أكتبها كان في ذهني في أول أمر أن أكتب عن رسالة محمد يعني في القرآن يعني ما هي المؤهلات التي أهلت محمد ليكون رسولا يعني وآتي بالادله من القران الكريم وبعدين ظهرت في بعض الصحف بعض الاشياء موضوعات يعني بعثت الناس ان يتحدثوا فيه. وكان من ضمن هذه الموضوعات عن الزكاه واثرها في حل المشاكل الاجتماعيه لكن اليس هذا موضوعا فقهيا؟ هو موضوع فقهي وموضوع اصول اصول دين ايضا مم. لان اصول الدين تدرس التفسير والحديث من الدراسات الاساسيه في كليه اصول الدين دراسه التفسير والحديث لا تدرسها من ناحيه الفقه بيدرسوا ايات الاحكام واحاديث نحن بندرس التفسير يعني فمشمول فيه آآ آآ يعني والحديث بندرس. ف الزكاه هي مما يدرس في في ايات الاحكام وما يدرس في احاديث الاحكام فكل واحد يدرس من 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 جهه الجهه التي تخصه فقبلوها يعني مني ولكن حينما بدات كان يعني الاستاذ الذي اشرف على رسالتي هو الشيخ الدكتور احمد علي وحينما ذهبت الى قطر وعدت اول سنه كان الشيخ احمد علي مريض وتوفي رحمه الله عليه رحمه الله عليه وكان خاله كان خال انور السادات و في اول سنه حدث لي حادث اني اخذت انا من القريه حينما هذا لما رحت في الاجازه الصيفيه اه سنتكلم عنها عندما ناتي اليها اه. عشان نمشي بالترتيب احنا فين دلوقتي <applause> احنا الان ما زلت انت في مصر <applause> آه، انتهينا من موضوع التسجيل للدكتوراه سنرجع اليها فيما بعد آه، لكن الان البحث عن عمل آه، انت بدات تبحث عن عمل آه، حتى تتمكن من ان آه. ت... يعني تسير امورك نعم البحث عن عمل ده كان مشكله أول... الاول قدمنا للازهر فقل انتم مقولين خرجت اسمي اول اسم وكان من ضمن الناس اللي قبّلهم الأخ أحمد العسال يعني قبّلتم للتوظيف؟ أنا قبّلت لأن أول واحد ما في كلية أصول الدين وأول واحد في تخصص التدريس يعني فعندي قابلية <applause> والأزهر أصدر بسرعة أسامينا وعلقها على الباب ولكن المباحث العامة رفضت <applause> الآن بأسماء المباحث العامة أصدروا يعني كتاب للأزهر لاموه على هذا أنه لا يجوز له أن يظهر, يظهر الأسماء قبل أن يعرضها على المباحث العامة ليرى هل تقبلوا أو لا تقبلوا فيه اسمان او اكثر معترض ما 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 عليهم واولهم يوسف القرضاوي ف اصبحنا ولا لا, لا عمل لنا فليس هناك يعني الا العمل في المدارس الخاصه والمدارس الخاصه علينا ان نبحث في الصحف عن هذه المدارس هي تعلن عن حاجتها الى مدرس للغه العربيه والتربيه الاسلاميه وهذه الاشياء. وتعلن عنها في الاعلانات المبوبه لاول مره نقرا هذه الاعلانات نبحث فيها عن مدرسه كذا في المنيره، مدرسه كذا في شبرا مدرسة كذا في السيدة زينب في الزمالك في المهندسين يعني كلما وجدنا مكانا اسرعنا اليه انا والاخ احمد العسال نقدم اوراقنا وننتظر نجد طلبة اخرين ايضا مقدمين وينتظرون وفي الاخر يقولون لنا انه انتم يعني خريج الشريعه واصول الدين يعني ده عاده لا نقبلهم الا اذا لم نجد غيرهم ولكن عندنا طلبه من كليه اللغه العربيه ومن كليه دار العلوم فهم اولى بتدريس اللغه العربيه والدين الاسلامي من طلبه اصول الدين والشريعه وكل يومين ثلاثه نجد هذا ونذهب ونعود يعني تعبنا من السعي وراء هذه الاشياء ونصل اليها يعني بنمشي على الارجل احيانا وبركوب الاتوبيس احيانا حتى قال الاخ احمد عسال قال لي خلاص انا يئست ولا أنا وبعدين في يوم وجدت لمدارس الشرق الخاصة بالزمالك والمنيرة يعني تبحث عن أساتذة في اللغة العربية فقلت له يلا آه نذهب إلى هذه المدارس قال لي لا أنا خلاص يئست اذهب لوحدك <applause> اذهب لوحدك <applause> قلت له ساذهب وذهبت الى هذه المدرسه وقدمت الطلبات وانا ما كاتب في طلبي انا خريج اصول الدين وتخصص التدريس وترتيبي الاول في الكليه وترتيبي الثاني وترتيبي الاول في تخصص التدريس ايضا ويعني ف... فهذه المره بعد شويه نادوني يوسف عبد الله القرده قالوا الناظر يريدك او المدير عايزك <تصفح> آه آي آه آه. آه واحد افندي يعني استاذ عبد الحليم بشير من خريجي دار العلوم القدامى وهو مدير المدرسه قال لي يا شيخ يوسف انا قرات ملفك ووجدت صحيح انت خريج اصول الدين ولكن وجدت انت الاول على اخوانك في اصول الدين 83 واحد انت اولهم و500 واحد من خريجي اصول الدين والشريعه واللغه العربيه انت اولهم ف هذا يعني على ان انت لست طالبا عاديا ولا يمكن ان تكون عاجزا عن تدريس اللغه العربيه قلت والله انا لا لست عاجزا أنا. انا بالعكس اللغه العربيه يعني هضمت النحو من السنه الاولى الابتدائيه وظللت ادرس النحو كل سنه ازداد هضما له والصرف والبلاغه والادب العربي وانا اقول لك قال لي انا متاكد من من هذا وساتحمل مسؤوليتك واقبلك عندي. سبحان الله. ف <applause> الدموع من عيني فقبلت كنت موجود مدير المدير المالي اللي دارس الشرق الخاصة لي واحد اسمه صلاح ذبني قال لي بس انا يعني لي نصيحة يا شيخ يوسف قلت له تفضل قال لي أرى أنت عارف دي مدرسة في الزمالك الزمالك يعني قادة المجتمع من الناحية المالية والناحية الاجتماعية و أبناء الزوات فلعل الإمامة والكاكولا والبتاع يعني لا يكون مناسبا ليس لها مكان هنا أنا أرى أنك تلبس بدلة وما شاء الله أنت يعني قامة وهامة وحيكون لائقة عليك واكون مناسبة وبعدين الأستاذ عبد الحليم مش والشاعر يقول يعني البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها <applause> قلت له نحن عندنا في في الفقه يقولون والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار فنحن ممكن نحكم العرف في هذا ونخلع العمامة والكاكولا ونلبس البدلة الحمد لله وبعدين آه خلاص ادوني ورقه قبول ورجعت للشيخ احمد السلام عليكم عملت ايه يا سيدي؟ غرمت مشوار و قلت له لا غرمت مشوار وقبلت قلت له قبلت وحكيت له القصه وقلت له وهلبس بدله قال لي انت هتحقق كلام الماركسيين الذين يقولون ان الـ 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 الانتاج والاقتصاد هو اللي بيغير سلوكيات الناس وفعلا قلت لهم اريد ان البس بدله شوفوا لي واحد يعني ايه رايك في عبد العزيز يعني البقري قلت له من عبد قالوا الذي اتهم بانه هو اللي عمل البدله بتاع عبد المجيد الذي قتل النقراش وبعدين بر يعني قلت لهم طيب ما فيش واحد غيره أنا هو ده اللائق الان ويعمل لك في اسرع وقت وفعلا رحنا لعبد العزيز بخري وعمل لي اشترينا قماش بدلتين وعمل لي بدلتين واستعددنا لدخول المدرسه هي صوره هاي من ذلك الوقت ولا هذه بعد اه أنت يعني لما لبست البدله في هذا الوقت يعني <applause> 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 دي بقى وانا متزوج آه, اه بعديها اه لاني بعدها تزوجت نعم آه. اه سنتكلم بقى. عن ذلك ان شاء الله ف عندما فيش كذا في كذا سبتمبر دخلنا هذه المدرسه ولات أدرس وكان ما شاء الله يعني سمعتي في المدرسه الاولاد والبنات والبتاع عايزين يعني ياخذوني ادرس عندهم وانا دروس لا, لا يعني. اريد ان اشغل وقتي كله انا اقول يا ربي انا يعني اعد نفسي في حياتي اذا كان ادرس للاولاد وانا اعد نفسي لرساله اكبر من 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 هذا فأنا يعني يعني قلت لهم يعني يعني اسمحوا لي لأني أنا مشغول بأمور أخرى كل ما فيها أنه جاء المدير المالي هذا وقال لي الأستاذ ياسين سراج الدين اللي هو مالك المدارس يريدك أن تعطي لابنته وهي طالبة في الإعدادية تعطي لها درس اللغه العربيه قلت له والله ما عنديش مانع يعني يعني قلت درس واحد ممكن يعني وفعلا اخذت هذه البنت ودرستها و يا شهر شهر وايام واذا بينا نقع في جاء جاءت مناسبة ذكرى 23 يوليو وكان هناك ما قاله عبد الناصر لما أمم القناة؟ ها؟ عندما أمم القناة؟ عبد الناصر كان قال في 23 يوليو قبلها قبل هذا كان ذكر تأميم شركة قناة السويس واستولوا على الشركة وأصبحت مصرية وأصبحت كذا ولكن بقى اللي حصل بقى في هذا الوقت إن جاء العدوان الثلاثي أيوة يعني إسرائيل وبريطانيا وفرنسا وفرنسا يعني جاءوا ضربوا بورسعيد وضربوا المنطقة فأوقفوا الدراسة وعبد الناصر راح الازهر وقال سنقاتل سنقاتل والاخوان رغم ما كان بينهم وبين عبد الناصر استعدوا ان يعني يدخلوا المعركه ويقاتلوا مع عبد الناصر. وانا بقيت شويه في في القاهره وبعدين قلت افضل شيء ان أنا اذهب الى القريه لاني الان لأن لم اعد اقبض شيئا من المدرسه لا شغل فلا يعطوني شيئا في البلد انا قاعد اكل واشرب من البيت فلا اتكلف شيئا قلت اجلس حتى يعني تنتظم الاحوال وتعود الدراسه وأنا. وبعد مده اذا يبعثوا لي برقيه الأستاذ بهي الخولي ومعه الشيخ الغزالي والشيخ سيد السابق وهم كانوا يعملون مع الباقوري في وزارة الأوقاف كان الباقوري وزير أوقاف في ذلك الوقت نعم الباقوري كان وزيرا للأوقاف في ذلك الوقت في ذلك الوقت ومعه الأستاذ بهي الخولي مراقب الشؤون الدينية ومعه الشيخ الغزالي مدير للمسارد ومعه الشيخ سيد السابق مدير للثقافة فبعتوا لي ان الشيخ الباكوري يريدك ان تاتي لتت... لتمسك منبر الأز... الازهر وتحافظ على الروح المعنوية وتخطب وكذا أنا... انا قلت الان بيطلبوني بعد كم يوم تتغير الاحوال يرموني ثاني ما... ما... ما يعني لم ارد عليهم فالازهر يعني مهم فخدوا الشيخ الغزالي الى الازهر بدلي خدوا الشيخ وضعوه في في الازهر ولكن الشيخ الغزالي كان في مسجد في الزمالك مسجد جديد وفيه يعني من الناس طائفه مهمه جدا اه قالوا نجيب القرضاوي يجلس ما كان الغزالي فارسلوا لك مره ثانيه ارسلوا اليك مره ثانيه المره دي بقى ما ارسلوش برقية ارسلوا واحد معانا في قطر كان اسماعيل حمد وارسلوه الى البلد عندي وقال لي يا اخي الشيخ الغزالي والشيخ سيد والاستاذ بهي يعني يلحون عليك ان تاتي ويقولون لك يعني البلد محتاجة اليك الان و... وانت هتكون انت صاحب الفضل يعني ما حدش هيقدر يقول لك حاجة انت اللي متفضل عليه قلت له خلاص اجي يعني وفعلا جئت وتسلمت يعني الخطابة الخطابة في مسجد الزمالك وكان الخطابة يعني طبعا بمكافأة مش تعيين أساسي بمكافأة يعني في أي وقت يقول له السلامة مكافأة ب 12 جنيه وأنا كنت بأخذ من المدرسة 12 جنيه نفس الشيء يعني فأنا قلت أنا يعني يكفيني هذا وأستغني عن المدرسة استغنيت عن المدرسة قالوا طب خلي معاك البنت الاستاذ ياسين سراج الدين وهي مبسوطه من تدريسك وقلت لهم زي بعض هي بيتها جنب المسجد يعني شقتهم بجوار المسجد تمام يعني قلت لهم يعني انا بروح المسجد اروح لها يعني طيب ف... اسمح لي نتوقف عند فاصل ثم نستأنف الحديث نعم. ان شاء الله كنت تحدثني أنه بسبب العدوان الثلاثي احتاجوك في الأزهر خطيبا لم تذهب إلى الأزهر ذهبت إلى المسجد الذي كان يخطب فيه الشيخ الغزالي في الزمالك كم استمر ذلك نعم كم استمر هذا الأمر؟ أوه. أنا ذهبت إلى هذا المسجد و... كنت أخطب فيه. وألقي بعض الدروس وبعض بعد صلاة الجمعة أعمل درس للأسئلة والأجوبة وحدثت بعض الأشياء المهمة يعني الاتحاد مع سوريا في حدث في ذلك الوقت وألقيت خطبة هائلة وكان حاضر ضابط كبير عندي وكان معاه الأستاذ أحمد أنس الحجاجي من إخوان القدامى ومن كتاب الاخوان وقال له يا اخي يعني ده ما شاء الله قال له عشان تعرفوا ان ما حدش يقدر يسد في هذه الاشياء غير الاخوان الاخوان لهم قال بس كان هذه الخطبه كان يجب تزاح على الناس انك ما يصحش تقتصر على مذهب على مسجد واحد ولكن بعد مده بداوا يشوفوا الناس تتكاثر على المسجد ويجي ناس ما يصلوا معايا ويسلموا ويجي واحد واحد يعني شخصيه كده واحد قال لي مين ده قلت له يا اخي هذا هذا سعد الدين بيك خضر يعني عضو مجلس النواب دايرتنا داير صف تراب راجل من ابناء البلد الكبار وأسرته تمثل الدائرة باستمرار، أنا أنا آسف و و <applause> هذا مباحث اللي سألك؟ آه مباحث كان بعد مدة يعني أوقفوني، ف لأنه ولد الناس تتكاثر علي في هذا ال الوقت فأوقف فأوقفت وبقيت يعني حتى أرادت أراد الأزهر وزارة الأوقاف يعملوا مسابقة مشتركة للبحث عن وعاظ وأئمة وخطباء للمساجد الكبيرة. و يدخل فيها ابناء الازهر ويمتحنوا فيها وياخذوا الاوائل آه. ودخلت انا وعدد من الاخوان عشرة من الاخوان منهم الدكتور عسال يعني كان وعدد من الاخوه ف قالوا ندخل ليه بعدين قلنا يعني نجرب وخلاص يعني يعني حتى كنت انا ما انا قلت يلا ادخل دخلت ودخلنا واجبنا وكانت اجابتنا والحمد لله يعني رغم ان انا ما كنتش مستعد جيد انما طلعت الثاني في هذه المسابقه والاول واحد يعني زميلي من كليه اصول الدين اسمه الشيخ ابراهيم الدسوقي جلهوم و جه الشيخ البقوري اعترضوا علينا احنا العشرة الامن ها؟ الامن اللي اعترضوا الامن اه وزارة <applause> الداخلية فهو قال لهم انا اضمن هؤلاء العشر هاشغلهم عندي ولن يشتغلوا في الخطابة والتدريس بالمساجد انما هوديهم قسم النظار والاوقاف اشتغلوا يعني في اعمال اداريه وكتابيه ما لهمش دعوه بال ف... يعني هم المباحث مش عاوزينكم تحتكوا بالناس اه ما هم مش عايزين نشتغل لا بالدعوه والارشاد ولا بالتدريس في الازهر ولا اي حاجه لها صله بالجمهور يمنعوننا عنها ف الباقوري تعهد ان ما شغلناش في الخطابه والتدريس وشغلنا في اعمال اداريه وكتابيه ورحنا رحنا حضرنا يوم في قسم النظار فوق في على سطح وزاره الاوقاف فيه كم اوضه كده فوق وهذا وبعدين الاستاذ بهي الخولي يعني اصدر يعني قرار اداري بانه يسحبنا من قسم النظاره والاوقاف وشغلنا في اعمال اداريه في مراقبه الشؤون الدينيه فشغلني في معهد تثقيف الائمه والاستاذ العسال في مكتبه عمر مسجد عمر مكرم وتسلمنا اعمالنا وبدات أنا يعني ننظم يعني محاضرات يلقيها الاساتذه الكبار الشيخ محمد المدني الشيخ يعني الاستاذ علي عبد الواحد وافي أساتذة الكليات والتعديات وهكذا ظللنا إلى أن زرنا الشيخ شلتوت وشيخ الأزهر في ذلك الوقت فقال أين أنتم؟ نحن في وزارة الأوقاف هل أنتم أبناء الأزهر؟ لماذا لا تأتوا إلى الأزهر؟ قلنا والله إحنا نروح قال أنا أطلبكم من الأوقاف وطلبنا طلبنا من الايه؟ من الاوقاف والاوقاف وافقت على نقلنا ونقلنا من الاوقاف الى الازهر. في الازهر اشتغلنا مع الاستاذ الدكتور محمد البهي الذي كان مديرا عاما للثقافه الاسلاميه في الازهر. الثقافه الاسلاميه يعني معها اداره الوعظ والارشاد ومعها مراقبه الثقافه والبحوث ومعها مطبعه الازهر ومعها الذين يبعثون الى الخارج ومع عده يعني انشطه وذهبنا مع الدكتور البهي وقال انا اريدكم تشتغلوا في امر مهم جدا نريد ان نطبع كتب الشيخ شلتوت الشيخ شلتوت لم يكن له الا كتاب واحد في القصاص ولكن هو عنده اشياء متناثره ها اشياء متناثرة, متناثره في الصحف وفي المجلات وفي الاذاعه وفي البيت عنده ونريد نريد من يجمع هذه الاشياء وينظمها ويخرجها في كتب كتب ان شاء الله نحن لها اهل وبدانا نعمل في هذه والشيخ الازهر نفسه الشيخ شلتوت رحب يعني بهذا وبدانا نعمل الكتاب الاول الاسلام عقيده وشريعه كان هي رساله صغيره كده عملناها ودخلنا فيها كتاب القصاص ودخلنا مع اثار كتاب كبير الاسلام عقيده وشريعه وجبنا 100 من الـ 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 الاضابير اللي عند الشيخ ومن المجلات اللي منشوره وعملناها طلع الكتاب الاول كتاب الثاني الفتاوى فتاوى الشيخ شلتوت اللي نشرت في الصحف وفي بعض المجلات واللي عنده في البيت واللي وجمعنا منها يعني مجموعه ونظمناها هذا في العبادات وهذا في المعاملات وهذا في السياسة وهذا في الجنايات ويعني في الفقه الأسرة كله تنظيمنا إحنا يعني وبعدين جبنا مقالات متناثرة من جهات شتى وعملنا كتاب اسمه من توجيهات الإسلام وكتاب رابع كتاب التفسير الذي كان ينشره الشيخ شلتوت في مجلة رسالة الإسلام التي كان ينشرها القمي الذي كان يعني له دار اسمها دار التقريب تقريب بين المذاهب الإسلامية وأغروا الشيخ شلتوت والشيخ عبد المجيد السليم الشيخ الأزهر السابق والشيخ المدني والشيخ عبد العزيز عيسى و... والشيخ حسن البنا يعني اغروهم ب... يعني يكونوا اتباع لهذه الدار جمعنا ما كتبه أهل أهل يعني الشيخ اصبحت موسوعه نعم اصبحت موسوعه اه باربع كتب حتى كان في بعض الاشياء اجد انها ناقصه يعني فيها كلام ما... ما كملش الشيخ فيها الكلام واقول له آه فضل الشيخ هذه هذا الموضوع يحتاج الى لمسات كده قال لي اسمع انا موكلك <تصفيق> <تصفيق> اللي تجد فيه يعني يحتاج الى تكمله كمله وفعلا بعض الايات في سوره الانفال بعد كذا بتاع, بتاع وقراها قال الله يفتح عليك <applause> يعني ف وكان كاتب الدكتور المهي في كل كتاب من هذا والفضل الله تعالى وكذا نشكر الشابين العالمين الأزريين فلان وفلان في الكتب الأربعة وبعدين اختلف بعد ذلك الدكتور البهي مع الشيخ الأزهر حذفوا هذه المقدمة هي <تصفح> بتاع الدكتور البهي كان كل كتاب يكتب له مقدمة في هذا الكلام فراحت أسماء فراحت أصلاً. أسماءنا <تصفح> لم <applause> تعد موجوده ونحن اللي عملنا زي الكتب يعني أحني. الاجر عند الله أه؟ الاجر عند الله أه؟ هذه في في ذلك الوقت تقريبا زاركم في مصر الشيخ عبد الله بن تركي السبيعي من قطر نعم وهذا كانت اول تعرف لك عليه نعم صحيح زارنا وكان معه احد الاخوه من اخواننا ذهب الى يعني قطر وهو معاه الشهاده الثانويه وكان ياتي الشيخ تركي ويروح يقابله ف في يوم جمعه قال له ايش رايك في, في هنا عالم جيد وخطيب ممتاز تحضر عنده قال له والله ما عنديش مانع وجابوا عندي ولا اعرف جابوا يصلي عندي في جامع الزمالك <applause> وصلى وانا خطبت خطبه لا ادري كان في اي موضوع ولكن سر بها الشيخ وجيت سلم علي اه بعدها وقال نريد ان نراكم بتاع اين قال لي انا في اوتيل رسل قلت له طيب سازورك ورحت زرته وكلمت معاهم وبتاع سر من مني جدا وكتب للشيخ الباقوري يطلب يوسف القرضاوي الى قطر، والشيخ الباقوري انا بقول لك لست موظفا اساسيا، انا موظف بمكافاه 12 جنيه هذا لما كنت تشتغل في خطيب؟ اه انا كنت بشتغل ب 12 جنيه من الوقت ده، فاعتذر له ولكن بقي ذهنه في ذهنه لحد بقى ما جينا كملنا ثلاث سنين بعد ان نقلنا بقى الى الى الازهر, الأزهر. الى الازهر م. اصبح من حقنا أن بعد ثلاث سنين توظف تبعث الى احدى البلاد بعد ان تدخل امتحانا ودخلنا امتحانا وامتحنا في هذا الامتحان وطلعت انا الاول على كل ابناء الازهر الذين تقدموا وكان يعني من الاشياء اللي امتحنوني فيها القران وانا ما شاء الله حفظ القران وبعض الاسئله يسالوني يعني عن جاء عن الملائكه وتحفظ السماء من الشياطين وكذا بتاع طب ايش رايك اللي بيقولوا دلوقتي ان هم يمكن يطلعوا القمر و والله لا نستطيع اننا ما كانش لسه طلعوا <applause> قلت لهم انا يعني لا لا نستطيع أن نقول هذا مستحيل ولا نقطع به انما جائز ممكن يعني هذا في قدره الله عز وجل ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان والسلطان هذا سلطان العلم، العلم ممكن يعني يعطيهم قوة يا وهم لا لا لم يخترقوا السماوات، هم ده في الأرض القمر ده تبع للأرض يعني والمهم أعطوني الدرجة العليا وأصبحت يعني من حق أن أذهب يعني في ذلك الوقت يعني رشحوني إيه. قالوا تحب تروح ايه؟ قلت لهم والله انا الى قطر. ان قطر طلبتني قبل ذلك. قالوا الكويت رواتبها اعلى والناس بتطلب الكويت قلت لهم انا بطلب قطر. وطلبت قطر ولما جه الشيخ يعني عبد الله ابن تركي طلبني بالاسم. سبحان الله <applause> ولكن ما, ما رضيش يطلعوني في اول سنه. خدوا العسال وسابوني فتأخرت آه. سنه بقيت سنه بعده آه. <applause> هو كانوا عاوزين يبعتوك ليبيا ها كانوا عاوزين يبعتوك ليبيا اه كانوا عاوزين يبعتوني ليبيا ولكن انت لم ترغب <applause> <applause> الاستاذ البهي كان له هدف في ليبيا وانا ما كنتش مبسوط اروح ليبيا ان ليبيا بيعطوا الازهر اللي بيعطي المبعوثين طيب الان جينا على موضوع البحث عن الزوجه ولا بنت نسة. الحلال بنت الحلال <applause> انا متشوق لسماع القصه لاني قراتها في الكتاب فقلت هذا القسم الخاص بالرومانس <applause> انا طبعا كان في ذهني اني اتزوج بمجرد ان احصل على تخصص التدريس اننا بندخل الازهر كبار في السن دخلت يا عمري 14 سنه ولما خلصت يعني كان عمري تقريبا 23 سنه ف او 14 22 سنه فكان في هذا الـ 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 الوقت لا لا كان كام انت برضو كم... انت برضه كملت بعديها شويه يعني انت آ... انت اول اول ما خلصت كان عمرك 23 سنه يعني انا خلصت ال وبعد... بعدين ما انت دخلت السجن سنتين آه. 28 سنه آه. آه. فكان المفروض اتزوج في هذا الوقت ولكن لم يدعوني اتزوج <applause> يعني خدوني من الدار لانه زي ما بيقولوا طلعنا من الامتحان على السجن السجن الحربي طلبونا من السجن الحربي تاخرنا شويه ما اختفينا عنه وبعدين ذهبوا، ذهبنا الى السجن الحربي بعد ما خرجنا من السجن الحربي وبعدين هيا الله لي الرزق في مدرسه الشرق الخاصه هذه وبعدين تعيننا في وزاره الاوقاف رسمي على مسؤوليه الشيخ الباقوري جزاه الله خيرا عنا ولا شك ان هذا كان موقف كريما منه وتحمل مسؤوليته وعشر احنا من الاخوه كلنا ف وبعدين انتقلنا الى الازهر ب تحت مشيخة الشيخ شلتوت والإدارة العامة للدكتور محمد البهي فكان أمامي أن أسعى لأكمل ديني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يعني أراد من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء فاردنا ان ما استفاد كميل. المؤمن بعد تقوى الله خير له نعم من. والحديث الاخر ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير, خير من امراه صالحة, صالحه, ان نظر اليها سرت وان امرها اطاعت وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله ثم تلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وحديث الآخر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والحديث الآخر يعني تنكح المرأة لمالها لجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فكان يحس الرجل أن يبحث عن المرأة المتدينة ويحس المرأة وأوليائها أن يبحثوا عن الزوج المتدين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فيريد أن أن يستمسكوا بالعروة الوثقى وأن يبحثوا عن الدين والأخلاق فنبحث عن دينه وخلقه فهكذا فأردت أن أبحث أنت وضعت أربع شروط للزوجة التي تبحث عنها نعم كان لديك أربع شروط صحيح؟ هي إيه؟ آه الشرط الأول طبعا أن تكون من بيت صلاح أوه. يعني بيت أهلها معروف عنهم الصلاح وهي كذلك والأمر الآخر سألوك إن كنت تريدها محجبة فقلت طبعا يستحسن ولكن كانت في ذلك الوقت قليل من النساء من أوه. من يتحجب ان تكون مثقفة وان تكون مثقفة ثانوية على الاقل او جامعية يفضل آه. والرابع وهو الشرط العجيب اردت ان يكون لها اخوة ذكور ايوه نعم هكذا <applause> <applause> ابحث عن عن امرأة يعني تجمع هذه الشروط وظلت ابحث عن عن هذا واحيانا قيل لي في امرأة في البلد الفلاني واتفقت مع بعض الناس مع امرأة ورأيتها وعجبتني ولكن بعد ذلك ما فسخوا الخطبة م. قلت الله يعني و امرأتي هذه رشحها لي بعض الأصدقاء لنا من الطلاب وقالوا فلانة أخت فلان وفلان ده كان معانا في السجن الأخ سامي عبد الجواد الهرم هو كان يعني صديقا لنا في السجن و فقلت هذا جيد جدا هذا وقالوا إنك تستطيع أن تصل إليها إلى خالتها لها خالة في حلوان تستطيع تذهب إلى خالتها وتقابل أخاها شقيقها سامي شقيقها الأكبر منها هي إمرأة واحدة ولها ثلاثة أشقاء أكبرهم سامي الذي اعتقل معنا هذا ووصفوا لي البيت هذا أذهب اليه هو في في الجيش وبياتي كل يوم خميس يبيت عند خالته يعني ليله الجمعه وليله السبت واذهب الى الجيش في صباح السبت فيوم الخميس يعني وصفوا لي البيت وذهبت يعني وتهت عن البيت لان اول مره اروح يعني هذا المكان هو في مساكن يعني معروفة ولها يعني المهم حتى وصلت إلى البيت ودخلت مين قلت لهم أنا فلان الفلاني وجاي أبحث عن الأستاذ سامي الأستاذ سامي هنا قالوا آه جه الأستاذ سامي آه فلان فوجئ بك تفضل لا خير إن, خير ان شاء الله قلت له قلت له خير ان شاء الله قلت له يعني ذلك في امر مهم قلت له انت تعرف يوسف القرضاوي؟ قال نعم شيخنا وكذا وبتاع واخونا وحبيبنا وتعرف اسعاد عبد الجواد؟ هذا اعرف إسعاد اختي وشقيقتي قلت له أنا جاي أخطب منك أختك آه. قال لي أختي هل شفتها؟ قلت له لا آه. آه. قلت له اه أنا رأيتها كنت بقى رأيتها بقى قبل ذلك أنا قبل أن أخطبها كنت رأيت بعض البنات رشحوها لبعض بعض الناس اكثر من واحده اراها لا تعجبني قلت هذه مش طريقه م. انا لابد ان ارى البنت دون ان تعرف قبل ان ان تراني اذا اعجبتني احاول أره. اما ان انا اروح رحت بنت وقالت لهم فلان خطبني وفلان مش عارف ايه وقعدت تنتظرني وانا ما رحت ليش يعني لا 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 يليق بي هذا فلما شفتها وقعدتني يعني شفتها في في البلد في بلدهم سمنود قريبا من بلدنا يعني يعني بلد النحاس باشا وعرفتها عن طريق واحده صديقتها والذي عرفني بهذا يعني خطيب البنت ديت صديقة يعني زوجتي هذه قال لها احنا فلان فلانة في واحد يعني صديقنا عايز يشوفها فقال لها انت تروح تزورها وتخرجوا وبعدين احنا فيه هناك مكان عن سيدي محمد يعني مقام لواحد شيخ هناك كده قال لها هناك حن حن وانتوا رايحين طالعين بره هنقابلكم ما لكوش دعوه بنا يعني وبعدين خدت هي وطلعت وكانت حاسره يعني لابسه ملابس يعني كويسه ولكن ما كانتش لابسه شيء على ايه على راسها ورأيتها واعجبتني فايه ايه الحمد لله وكان معايا بعض الاخوه من القاهره واخوه من المحله وكلهم كلهم يعني امنوا علي وقالوا عليك بس سامي طيب تسمح لي نتوقف هنا ونكمل القصه في الحلقه القادمه ان شاء الله